سنة 61 لما قام قاسم يعلن ضم الكويت للعراق. تونا صايرين دولة، تونا مستقلين صايرين دولة. قامت السعودية معانا. الكويت بلد عربي مستقل، هذه جريدة حماة الوطن السعودية. هذا الملك سعود الله يرحمه، ملك والشيخ عبد الله السالم أميرنا. ما ننسى وقفتكم طبعا كلهم مدني وعسكري وقفوا معانا. وهذه هم نفس الشيء عند الجرائد هذه السعودية وأنا محتفظة فيها إلى الآن، هذه صور منها. الشعب السعودي يتحفز للدفاع عن استقلال الكويت. هذا الملك سعود والشيخ عبد الله السالم الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنة. أنيت قلبي في قلبي بلادي الكويت، وأنيت راسي على راسي السعودية. ما ننسى طيبكم حتى سنة 79 يوم ضربونا الصامتة، وسنة 90 دخلوا الكويتيين للسعودية لاجئين، عزتنا وردتنا سلاطين من مثلك السعودية. ويطلعون لنا اثنين كويتيين يكتبون إن تو داشة سياير، طبعا عند المستند ما بيحط عشان أساميهم، داشين سعوديين أمس مدري قبل أمس ويايبين شو يسمونه قنابل مشوا بسيارات مفخخة مشينوا من استخبارات سعودية. شل كذبة سعودية لو إنها تبي تحتلنا ما ساعدتنا بتحرير الكويت ولا حفظت استقلالها ولا حمت شعبها وشرعيتها. استحوا على ويكم، هذا جزء طيب. سعودية ما تسوي كذي، سعودية تعطيك ما تأخذ منك. دخلناها لاجئين، عزتنا وردتنا سلاطين على راسي سعودية. ولا تزعلون. يا القهر عبل المرزوق سندريلا المرقاب.